في خرجته لولاية سطيف، أشاد عبد القادر بن قرينة المترشح لرئاسية 12 ديسمبر بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية ردا على البرلمان الأوروبي الذي يتماشى حسبه مع حراك 22 فبراير. أتقدم بالشكر الجزيل لمستوى الخطاب الذي يتماشى مع حراك 22 فبراير في رفض الذلة، في رفض الخنوع، في رفض النوم، في رفض التردد، في رفض التراجع، وإنما الجزائر دائمة مقدامة صانعة للحدث. بن قرينة استغرب لغياب مركز تجاري بمواصفات عالمية بالولاية المنتدبة العلمة التي اعتبرها أول قطب تجاري بالبلاد. ما هيش مستحقة باش يدار لها مركز تجاري بمواصفات عالمية. حرام، حرام أن في مدن ما تجيش قد بلدية بلدية سطيف تلقى فيها عشرات من المراكز التجارية وقطب تجاري مثل العلمة ما فيه ولا مركز تجاري واحد بمواصفات عالمية. رئيس حزب حركة البناء الوطني جدد تضامنه مع القضية الفلسطينية تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر.